السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الصحه؟ لاباس، نتمنى تكونوا كاملين بخير. وانا ري على الصدمه، كانت قويه يا البنات، والله اللي شتي هذا النهار دازو غير الفضائح الفضائح على الفضائح والمصائب. واتصدمت، شتي اللي داها في الرجاله؟ ما عمره ما يدير شي حاجه. شرى لي بيبي صغير، قال لي بلا ما تقطعيه وديري في الكوكوت ساعه. قلت له ويلي، قال لي راه ما تيطيبش دغيا. والمهم وسمعت الرأي ديالو، حطيته في الكوكوت ساعة البنات، وفاش حليته تصدمت، لقيته ولا لا بوري. شوف كيفاش سميتو، غير درت العطرية عليه. اش غادي نقول لكم البنات، واش داتني الصدمة اليوم؟ راه بالليل البنات، الليل دابا، قلت نطيب الغداء على حساب غدا باش نجي ان شاء الله من الخدمه، وبغينا نمشيو لواحد الجبل. قلت ندير الغداء ونجي من الخدمه ونتغداو ونخرجوا. شوفوا يا البنات اش غادي نقول لكم، ما بقى بيبي، ما بقى حتى حاجه، ولات غير سميتو. عرفت اش غادي نقول لكم؟ المهم غادي ندير فيه الزيتون، ودرت فيه واحد الورقه سيدنا موسى، ما عرفت واش تيدار فيه ولا لا. وبغيت ندير هاد البطاطا الصغيره وندير ليه لي شامبينيون البنات. اش غادي نقول لكم، ما بقيتوش تسمعوا رجالاتكم. يعني طيبوا كيف تيقول لكم ريوسكم وصافي. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تضحكوش عليا، راه ماشي انا، راه راجلي. ولكن تبارك الله دقت البلول، جات لذيذه يا البنات، لذيذه لذيذه لذيذه. غادي نوري لكم دابا كيف الدجاج، شفتوه كيفاش داير؟ ها انتم طلق كامل البنات، ماشي الدجاج باردون، البيبي، بيبي يا البنات سمحوا لي، بيبي ها هو طلق كامل البنات. المهم حيت ما نقدرش نطيب تما البطاطا لا شامبينيون معاه، غادي نخرج داك البيبي، غادي نحيدو، وداك لاصوص غادي نخليه باش ندير فيه. المهم ندير فيه البطاطا وندير فيه لي شامبينيون والزيتون البنات، نطيبهم ابار. درت حرير اسم الحرير اللي درت. المهم دابا هنايا درت فيه نيت ورقه سيدنا موسى في هذا البيبي. المهم انا اللي درتها، ما عرفتش يديروها ولا لا. والمهم وداك الشامبينيون البطاطا درتهم في داك لاصوص، وغادي نطيبهم. وهذا الخير ديال ربي كيف تتشوفوها، هو هذا البيبي، ما بقى بيبي ما بقى والو. واش غادي نقول لكم؟ ما عندي ما ندير، قال لي راجل راه ما تيطيبش طيب، ودرت. المهم ما عليناش، غادي يتكال تبارك الله لاصوص بنين يا البنات. كيف فرخين؟ هاي فرخان، لاباس دانا والصحة لاباس، ياك كلشي مزيان. كنتمنى تكونوا كاملين بخير اخواتاتي اخوتي. اليوم عاوتاني رجعنا لواحد الغابة كيف تتشوفوا، باش نجيبوا لي شامبينيون. حنا دابا نقلبوا على لي شامبينيون ان شاء الله نلقاوهم. انا لقيت بعدا واحد شويه، راجلي كان بديك الجهه وولدي ها هو. ان شاء الله غادي تشوفوا شنو غادي ندير البنات هذا النهار ان شاء الله. ها انتم لي شامبينيون البنات، هاد لي شامبينيون راه ما مسمومينش. الناس اللي بغاو يعرفوا كيفاش يديروا لي شامبينيون الا مشاو للغابه، غادي يمشيو غير لفارم الفرماسيان، الفرماسيان يسولوا. هادشي اللي كاين البنات، حنا تنعرفوا غير هادو وحدين اخرين صفرين. يلا نخليكم مع الفيديو. شوفوا البنات اكبر شامبينيون اكبر كبير على الكتكوتة. هذا اكبر شامبينيون اللي فيه السمة البنات، ها هو هو هذا اكبر واحد. كي قلت لكم المصايب، مصيبه على مصيبه يا ربي السلامه. وطحت واحد الطيحه، المهم كلشي داك لي شامبينيون اللي جمعت كلشي طاحو، ولكن حيت الصوت، حيت خسرت الهضره شويه بالعربيه وما بغيتش تسمعوني. شوف سروالي من اللور، يا سلام كلشي موسخ. ودابا غادي على الثاني، غادي نمشي نجمع هاد لي شامبينيون ديالي. اش غادي نقول لكم؟ قلت لكم اشنو كاين، راه كل نهار اشنو هو كيف داير. ها الله يدوز هاد النهار بخير وعلى خير وصافي يا البنات. ولدي وحل تما صافي، يلا نمو.
المهم البنات دوزنا واحد النهار زوين في داك الجبل ولا الغابه، جبنا لي شامبينيون وجبنا البلوط يعني لي شاطين. المهم ودابا فاش جيت خرجت كامل هاد المعن ديال الماكينه ديال المعن المهم، وغادي نستفهم كل حاجه بلاصتها وغادي نوجد الطابله معاكم. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسونيش باللايكات ديالكم والبارطاج، والناس الجدادين مرحبا والف مرحبا، ما تنسونيش بواحد الاشتراك، وما تكونوش سقرامين ما تكونوش سقرامين، كاينين بزاف ديال الناس اللي تفرجوا فيا ولكن لي زابوني يعني الاشتراك ما كاينش. شجعوني شجعوني الا عجبكم المحتوى ديالي وتتفرجوا فيه، علاش ما ديروش لي واحد الاشتراك؟ راه فابور بلا ما تكونوا سقرامين البنات، وبغيتكم انا غير تشجعوني، ما بغيت منكم حتى حاجه، شجعوني وخليوا لي الكومونتيرات يكونوا زوينين ولا خايبين، المهم غير خليوا لي اللي عجبكم. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتندير جهدي البنات وتنبارطاجي معكم اي حاجه تنبارطاجيها معكم. الله يسهل عليكم البنات والله يسهل على الجميع، اللي عنده الوليدات الله يخليهم ليه، اللي ما عندوش يا ربي سهل عليه مشي وليدات بذريه الصالحه يا ربي، والله يخلي لكم اميماتكم يخلي لكم معز عندكم. يلا نخليكم على الفيديو يا البنات. المهم البنات هنا درت الشبيتزي اللي كيف تشوفوا، المهم ماشي انا اللي درتها كذوب على الله لا راجلي. وهنا عندي لاصالاد تاع راجلي اللي قادها تيدار لي لاصوص ديالها، وهنا عندي الخبز وهنا عندي الفرماج وعندي الفرماج هنايا ديال الشيفغ وهنا الفرماج كيف شفتوا. وهذا هو الغداء ديالي اللي طيبت البارحه البنات، هذا البيبي اللي طيبت كيف شفتوا، درت مشكله البارح. وهنايا اغيكوفير كيف تتشوفوا بالشامبينيون بطاطا اللي طيبت مع الزيتون، بصحتكم وحقكم جنة البنات. هذا هو الغداء ديالي يا البنات، وتبارك الله جا لذيذ، وخا البيبي طاب مزيان 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 مي تبارك الله جا لذيذ وبصحتكم البنات. المهم البنات غادي نوري لكم هاد فاش شريتها في ليديل كيما وريت لكم فواحد الفيديو، ها هي شفتوها. المهم انا راجلي هو اللي شرى البيتزا البنات، البيتزا ديال المهم هادي بيتزا ديال غير فيها غير ماطيشه والفرماج هي هادي. المهم غنديرها حتى البنات هنايا، وهادي البيتزا ديال الطون طون فرماج، وهادي ديال ماطيشه ما بقاتش عندي البلاصه حتى هي، غادي نديرها هنايا مزيان وغادي نرد عليكم البنات كي خرجت واش مزيانه هاد يعني هاد البخاتيك ولا لا. وهذا وهذه البيتزا ديال الحوت البنات، ما عرفتش هاد بالي البيتزا ديال السمو حتى هي غادي نديرها هنا. هادشي اللي كاين البنات كي شفتو بحال هكذا، وخلي دابا الفران تيسخن، ومن يسخن غادي نديرها في الفران. او ما تنساونيش ما تنساونيش بواحد اللايك بواحد اللايك، انا والله شفت الخدمه البنات والله من الحمد لله. المهم البنات طافت دغيا دغيا طافت طابت لينا البيتزا ولا تحرقتي يا عباد الله. ها انتم البنات، ها انا نوريكم كلشي قدامكم البنات، راه تقريبا واحد 20 دقيقة ما كامل راح يتسخن في الفران. ها انتم دغيا طاب من الفرن الثانية حتى هي، حتى هما طابو كيف شفتو. المهم البنات كيف شفتو خرجتها من الفران تبارك الله ما كامله حتى 20 دقيقه طابو، يعني تديروا ايكونومي ديال تديروا الايكونومي ديال الضو، ودغيا دغيا الا كانوا عندكم الناس تقدروا ديروا يعني 4 ديال الطاوات كيف تشوفوا راه فيها 4. وتبارك الله كما قلت لكم دغيا طابو، ما كاين دخل وحده خرج وحده ولا دخل جوج خرج وحده، المهم تبارك الله. المهم تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه شويه وضحكتوا، وما تنساونيش بواحد لايك وواحد البارطاج حتى الفيديو القادم ان شاء الله الى قالها ربي. يلا بسلامه البنات والولاد حتى المره القادمه ان شاء الله.